20 نشاطاً اقتصادياً تم تحديده وتقييمه بمحميات البحيرات بالقالة دون المساس باتفاقية رامسار، وبدخل سنوي مرتقب يصل إلى حوالي 900 مليون دينار. نحمي المناطق الرطبة من أجل تنمية مستدامة. دراستنا مع الشريك الألماني أفضت إلى فوائد الحماية في تنمية النشاط الاقتصادي المحلي، وكذا الخدمات السياحية والثقافية، وكذلك الحد من ظاهرة الفيضانات. هذه المحميات تجنبنا خسارة من 6 إلى 12% من القيمة الاقتصادية على مدى 30 سنة. استكمال شطر الطريق سيار شرق غرب إلى الحدود التونسية سيساهم في تطوير السياحة البيئية دون المساس بتوازن المناطق الرطبة، ولذلك اتخذت التدابير البديلة. الحمد لله، نقول اليوم بقرار فخامة رئيس الجمهورية تم إعادة بعث هذا المشروع الكبير المتمثل في طريق السيار على مسافة 84 كيلومتر اللي يعبر ولاية الطرف، واللي تقوم بإنجازه شركة صينية، وهي مكلفة بإنجاز هذا الطريق وفق للمعايير الموجودة في الملف في الدراسة الأولية، وخاصة الملف البيئي المحافظة على البيئة بحكم هذا المسار اللي يعبر منطقة رطبة ومنطقة حساسة جدا. نتائج الدراسة الجزائرية الألمانية لسنة 2017 تظهر أهمية إدماج نشاط الأنظمة البيئية في التنمية الاقتصادية والمحلية، فالتنوع البيولوجي والاتصالات الهيدروغرافية المعقدة والمتكاملة تمنح لسكان المنطقة فرصا لاستغلال نشاطات الأنظمة البيئية.